إذن مرحبا بكم متابعينا الكرام مرة أخرى دائما في إطار حول ورا الحصة التدريبية فريق الكوكب المراكشي لكرة السلة إناث. يتواجد معي الآن السيدريس مرحبا على الفجر سبور. ثانيا الأمور داخل فريق الكوكب المراكشي لكرة السلة تبشر بالخير لحدود هذا الدورة، ليس هناك أي هزيمة، السر وراء هذا السيدريس؟ وبسم الله الرحمن الرحيم. السر بطبيعة الحال كيرجع مادام كان النتائج كتكون إيجابية، السير كيرجع دائما للعمل، العمل الجيد اللي كيقوم به كل طرف. من كنبداو من تقريبا من يعني الاعضاء المسيرين اللي كيسيروا النادي اللي كيقوموا بواحد المجهود اللي هو كبير. كذلك كنهضروا على الطاقم التقني، كنهضروا على الطاقم الطبي، كنهضروا على ميم لو شارجي دو ماتيريال. دونك ملي كيكون واحد النجاح بطبيعه الحال كنرجعوا يعني لهاد الاليات كلهم اللي كيعطيونا انه ننجحوا في العمل ديالنا. من طبيعه الحال انا يعني بالنسبه للنادي قبلتو في واحد الوقيته اللي يلا كيربح واحد البطوله، دونك بالنسبه لي انا بحال قبلتو واحد القطار اللي غادي في واحد السكه، دونك جو دوا فورنيغ ان بو ديفور بوغ ليسي ان بو لو تران في لي بون غاي. اي تقريبا داك الشيء اللي يعني العمل اللي درنا، والحمد لله يعني ملي جيت الانتصارات كانت متتاليه. قبل ما نمشيو للانتصارات سي ادريس، نبقاو في هذه المرحله ديال الحضور ديالك لفريق الكوكب المراكشي، واش هي امتداد للعمل اللي قام به السي حميد اللي قلت انه اشتغل مع الفريق منذ بدايه الموسم، وكانت الامور كيفاش لقيتيها سي ادريس؟ انت واش لقيتي الفريق كما تنقولوا الفريق اللي هو ممتاز توليفه اللي هي في المجموعه اللي تركها المدرب السابق؟ لا بطبيعه الحال حنا ملي كنقولوا انه اول حاجه بعدا نرجعوا بعدا البطوله ديال هذه السنه، خصنا نهضروا تقنيا. بطوله هذه السنه ماشي ما نقارنوش مع البطولات اللي دازوا قبل الكوفيد 19، قبل الكونفينمون. من طبيعه الحال التجربه ديالي انا مع انديه اخرى كنا كنلعبوا في واحد المستوى اللي هو كبير على المستوى اللي كاين هذه السنه. هذا كاين بعض الفروق اللي كنشوفهم مثلا في الشمال، وكاين تقريبا جوج في الجنوب اللي كاين الكوكب وكاين لي فار. بالنسبه للكوديم عاوتاني في الشمال وكاين لاميب. دونك بالنسبه لينا حنايا كانت واحد الوقيته اللي كنا كنشوفوا 6 الفروق في المغرب ولا 7 ولا 8، دابا ولينا كنشوفوا هاد 4، ولكن المستوى اللي كاين حاليا في هذه السنه مستوى ربما من خلال البطولات اللي شاركت فيهم، ولا سيما اخر بطوله عربيه اللي لعبت في مكناس، كان واحد المستوى اللي هو شفتو انا عالي بزاف. دونك بالنسبه لي انا ليكيب كي فيان دو غاني يعني ان تيتر، كما قلت قبل انه خصني نخلي ليكيب في لي بون غاي. سي فري انه من نكون واقعيين انه كان واحد العمل اللي كانت دار له شي حاجه. من طبيعه الحال ملي كتفوز وكتفوز بطوله وكتربح اول 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 بطوله بالنسبه للنادي، كيتبين بانه بالنسبه لك راه ان النادي غادي في الطريق الصحيح. من طبيعه الحال كما قلت في الاول بانه ما كاينش غير لو كوتي تكنيك، راه كاين حتى لو كوتي ادمنستراتيف، لو كوتي ميديكال، لو كوتي عاد كنهضرو عند كذلك الاليات اللي كنهضرو على الاليات كامله اللي كتخلي النادي ينجح. من طبيعه الحال دابا حنا بالنسبه لي ملي سميتو لعبنا مقابلات اللي هما ساهلين، ولعبنا مقابلات اللي هما شويه صعب. اخر مقابله اللي لعبنا مع لي فار في الرباط كانت مقابله اللي هي جيده ومستوى عالي، وكان حتى السكور كيبين لك بلي 58-52، ماشي يعني الفرق اللي هو ماشي كبير، كيتبين لك بان حتى لي فار عندهم فريق زوين. دونك حنا دائما يعني كنوجدوا يعني ليكيب اللي كتبان لنا انه بالنسبه للبطوله واللي غادي تتنافس الكوكب هي بطبيعه الحال هو النادي ديال لي فار. حنا كنوجدوا على اساس نتقابلوا، ولا سيما عندنا مازلنا دابا عاد دخلنا في لافاز اللي هي اون فاز اللي هي كريتيك، اي لا فاز اللي هي تري امبورطونت هي هاد المرحله اللي كنعيشو دابا. هادشي اللي داز كله بحال قلتي كان واحد البطوله كتلعب، بطوله ديال لا بروميير فاز، شكون اللي تكراس الاول الثاني الثالث الرابع كذا بالنسبه عاوتاني كذلك الشمال. دونك حنا بالنسبه لهاد الامور هذا غادي يكون ديسيزيف في الكاس. غادي تبدا الاقصائيات ديال الكاس، وهذا هو مهم. حنايا نطخ اوبجيكتيف يعني ملي جيت قبلت ليكيب ما كنجيش وكنجي كنكبر النشاط ولا شي حاجه، انا كنجي يعني الفريق اللي كنقبط وجو بوغ لو تيتر. دابا عندنا لا كوب دي ترون، اون دوا فيزي لا كوب دي ترون بلوس لو تيتر دو ساتاني.
يعني كنديروا واحد المجهود مجهود كبير على اساس نخليو لو تيتر اللي يلاه تربح ديغنيغمون ديال السنه ديال 2018 2019 نخليو عاوتاني داك التيتر بالنسبه ل 2020 2021 بقاني بالنسبه للكوكب مراكش. إذن شكرا لك سي دريس مدرب إناث فريق الكوكب المراكشي لكرة السلة. كنا مباشرة معكم متابعينا كرة من هنا من قلب قاعة الزرقتوني بمدينة مراكش. معي فوفانا. فوفانا بيانفوني فجر سبور. ميرسي. سلام سافا الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. Avec la saison, vraiment tout se passe très très bien. Dieu merci, on est sur la bonne voie. Toujours, on va continuer à travailler, Inch'Allah. Notre objectif, c'est d'être champion. Mais on ne peut pas être champion sans travailler. Il faut qu'on travaille dur. Inch'Allah, on va travailler dur aussi. Avec les dirigeants et les coachs et les présidents, vraiment, tout se passe très bien. Il n'y a pas de problème. Alhamdoulilah. Merci beaucoup, Fofana.